أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني كده يرزقنا الصدق والإخلاص في البداية، ويجعل نوايانا في هذه الحلقة وهذه المحاضرة يعني بركة ونور علينا وعلى كل النساء المسلمات، ويفتح بها قلوب بنات الإسلام يا رب لحبك ولطريقك وللعودة ليك. خليني أقول لكم على حاجة في موضوع وحضرتنا النهاردة، سامحوني طبعا يعني هتكلم بمشاعر، فيعني ايه انتوا احرار بقى، عيطت في النص هتقعدوا تعيطوا معايا. خليني في البداية اقول لكم، شهر شعبان، شهر شعبان شهر يغفل عنه كثير من الناس ما بين رجب ورمضان. شهر شعبان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ترفع الاعمال في شعبان. ركزوا معايا بقى بالله عليكم في الحتة دي، عشان دي حتة مهمة جدا جدا. يغفل عنه كثير من الناس. طيب وبعدين ترفع الأعمال فين؟ ترفع الأعمال في شهر وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. بصوا بقى، أنا هاجي أعرف من النبي؟ لا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أنا أختار اللي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم اختار إيه؟ اختار الصيام، وأنا أحب أن يرفع عملي هو صائم. بصوا، اللي عصى طول السنة، اللي بعد عن ربنا طول السنة، اللي عارف طول السنة هو عمل ايه وحاله ايه، الامر النهاردة، الامر النهاردة وفي شهر شعبان بقى من اول يعني اول ليلة هوت لحد اخر شعبان، طبعا فيها النصف من شعبان وحاجات تحفة طبعا، من هنا لحد اخر شعبان ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان بترفع الاعمال. والاعمال بايه يا جماعة؟ بالخواتيم. الاعمال بالخواتيم، يعني لو انت مقصر بقيه السنه فرصه، فرصه الشهر ده نعود لربنا سبحانه وتعالى. لو انت بعيد عن ربنا طول السنه فرصه الشهر ده، دي ختم لك والله. يعني لو ختم لي بالتوبه، اه طب لو ختم ليا بالعمل الصالح، طب بالصلاه، بالرجوع، طيب بكذا بكذا، يختم لك بالصالحات ويختم لك بالخير. ليه؟ ليه؟ عشان الاعمال بالخواتيم. فانت تحب الله عز وجل لما يرفع عملك، عمل السنة كلها قبل بقى رمضان، قبل كشف الحساب بتاع رمضان، على اي حال؟ توبة، طب عودة، طب نية، طب صدقة، طب اصلاح صلاة، طب صلاة على وقتها، طب هصلي السنن النوافل، طب هصلي الفجر في وقته، طب هصلي قيام الليل، طب هصلي كل الكلام ده. حلو، لما اجي اقول لك في شهر شعبان الرسول عليه الصلاة والسلام اختار الصوم، فإنه لي، الله عز وجل يقول كده على الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. أجي أنا بقى أتفلسف وأنا أختار عبادة تانية؟ لا، خد حاجتين، خد الصوم وروح بقلب تائب إلى الله. يا كل بنت بتسمعني، يا كل فتاة مسلمة بتسمعني، ما تيأسيش. يا كل واحدة وشايفة نفسها زي ما أنا كنت بقول في يوم من الأيام، ده ربنا هيشوفني فأنا رايحة في الملكوت يعني. يا كل حد بيقول أنا ما فيش مني رجا، لا، في من أنت؟ والله لا ينقص من خير الله وعطاء الله ونعم الله إلا كإبرة اتحطت في البحر وتشالت، نقصت منه؟ لا. لما نعوز عبادة نصالح بيها ربنا عشان رمضان اللي جاي، وعشان صحيفتي ما يختمش عليها بمعصية ولا بغفلة ولا ببعد ولا بعدم صلاة ولا انتظام ولا خشوع ولا كذا، اختار التوبة واختار الصيام اللي اختاره النبي، وأنا أثق في رسول الله، أنا مصدقة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نختار التوبة. أنا يعني كتير جدا جدا من أخواتي القريبين، قولي توبتك وقولي القصة، قولي في حاجات كتيرة طبعا يعني مش هينفع أقولها، لكن الشاهد ان ربنا نجاني من غير حول مني ولا قوة. الله اعلم، يعني بفكر الله اعلم كان هيبقى مصير الواحد ايه. انا جربت الحياتين، كان نفسي حد يجي لي زي ما انا بقول لكم كده، عشان كده بفرح جدا لما بنت تكلمني على البرنامج وتكلمني في القناة وفي الحلقة وتقول لي انا 13 سنة وبسمعك، انا 10 سنين وبقعد اسمع، انا كان نفسي حد يقول لي كده، ابقى شاب نشأ في طاعه الله، 7 يظلهم الله في ظلي. انا التزمت على 20 صحيح، لكن اللي كان قبلها ده، طب قولي مثلا 7 سنين ولا 6 سنين وانا ما اعرفش ربنا، وآلمني هذا الامر.
يعني يألم، اه طبعا يوجع قلبي، وجع قلبي، عشان كده بفرح قوي قوي اما تيجي بنت تقول انا اسمعوا يا بنات، والله والله ثم تالله وبالله ما في متعة من متع الدنيا، لا هلس ولا صحاب ولا لبس ولا مني ولا ميكرو، مش عايزة اقول اكتر من كده عشان ما نبقاش بنجهر بالمعصية، ولا لبس ولا صح ولا شباب ولا فسح ولا طلوع ولا فلوس ولا كل القصص دي تعادل، بس ان انا تقعدي في مصلاكي وتدعي ربنا سبحانه وتعالى بقلب يحب الله سبحانه وتعالى، او قلب يأمل في رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ابدا ما يعاد الفرحة، كل متعة اللي ممكن تشوفوها يا بنات في الفترة دي لا تعادل، وانت قاعدة وتقولي له سامحني اغفر لي يا رب، انا مسكينة من غيرك يا رب، يا رب انا مسكينة من غيرك، مالي غيرك يا رب، يا رب ردني لطريقك، يا رب خليني على طريق، يا رب انا حابة اكون من اهل الجنة، انا حابة اكون من اهلك وخاصتك يا رب، ابدا ولا يعادل. لذة المعصية بتروح ويبقى اثرها شؤم المعصية والعياذ بالله، وثمرة الطاعة بتروح المشقة بتاعتها ويلوح فجر الأجر ويبقى ثوابها، ويبقى ثوابها. الله عز وجل يحب التائبين، ياللي عايز ربنا يختم لك في شعبان بعمل اقبل على الله بالتوبة، تبت كل واحد عارف، أنا ما بكلم دلوقتي شوفوا كام على اللايف اهو، كل واحد عارف، انت عارف وده عارف وده عارف، كل واحد عارف ربنا عايز منه ايه، مراد الله منه ايه. اترك اخر مرة، مش هعمل كده تاني، لا تعاد. عارف لما بتعمل معصية وبعدين تخلص كارثة، صدقوني كارثة، يبقى غصة في القلب، قلبك يعتصر لما تستغفر الله يا رب، استغفر الله يا رب، يا رب اغفر لي كذا وكذا وكذا، اغفر لي ما كان مني في الزمان الأولي. لما الشيخ القطان قعدوا يعيروه بماضيه لأنه ما كانش ملتزم طول عمره، بكى بكى وقال أتعايرونني بماضية، والله أدعو الله إن أنا أكون من أصحاب الآية، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، كل اللي أنت عملته ده هيتراح حسنات، يا رب يا رب اجعلها الآن ليلة توبة وعودة يا رب، اللهم اجعلها على كل بنات المسلم، كلامي البنات وشباب المسلمين أرجوكم، لسه ينفع تبقى شاب نشأ في طاعة الله، لسه ينفع تبقى حد في طريق الله عز وجل، لسه وفرصة ليك في شعبان، شهر يغفل عنه كثير من الناس. أما يقولوا لي نعمل إيه في شعبان؟ إيه اللي هتعمليه؟ الصوم، حاجة اسمها سرد الصوم، الصوم المتتابع، أو صيام سيدنا داود، أصوم يوم وأفطر يوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم متتابع وبعدين يكسر بيوم، يصوم متتابع مع إنه كان يكسر الصيام في الأيام التانية، 2 و5 و13 و14 و15، عندكم طعام أو حتى يوم عاد، ما عندنا طعام فإني صائم، يقول أنا صائم مش ما عملتيش أكل ليه يا هانم؟ لا ما لسه يا طول السلام، عندكم شيء؟ لا فإني صائم، نوية الصيام خلاص، يعني هو معظم وقته كان صايم لثواب الصيام، فإنه لي، لما أقول لك إن الملك المليك الله عز وجل القدر المقتدر قال على الصيام العبادة الوحيدة، فإنه لي، محدش عارف ثوابه وانا اجزي به، اقبل على الله بالصيام. فوصيتي لكم في شعبان، اعمل ايه في شعبان؟ اقبل على الله بقلب تائب، يا بنات روحوا ربنا بقلب تائب النهارده، يا رب كما مننت على عبادك اجمعين بالتوبه، وعلى العبد المسكين الفقيره اللي قاعد قدامك دول، من غير حول مني ولا قوه، من غير حول مني ولا قوه، كما مننت يا رب من علينا بالتوبة يا رب، الليلة الآن يغفر لكل اللي قاعدين وسمعين وبيسمعونا وهيسمعونا على مدار السنين والأعوام، يمن علينا بالتوبة، ويمن عليكم بالعودة إلى الله يا رب، اجعلها ساعة توبة وأوبة وعودة إلى الله، اللهم أمين.
اعملي في شعبان روح صومي وتوبي. اتوب على ايه انت عارفه؟ ما تقنعونيش ان 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 انت ما تعرفيش انت ربنا مراد الله منك ايه. ما تقنعونيش بحاجه زي كده. الله سبحانه وتعالى يريد منك ايه؟ صلاه. زبط يا بنتي زبطي. ما بيصليش ده معناه ان انا مش قادره اعبدك، معناه ان انا مش جوايا تعظيم ليك كرب. استغفر الله الكريم. اقول لكم على حاجه في الكريم، ما في دعوه دعوتها فاول الالتزام الا واستجاب الله عز وجل. ما في دعوه دعوتها بالاسم الا واستجاب الله سبحانه وتعالى لها. لدرجه الزوج بمواصفاته بقلبي يعلم الله ياتي. يا بنات فرصه، يا شباب فرصه تعودوا لربنا، فرصه تتوبوا لله سبحانه وتعالى. الان يا رب، الان يا رب، الان يا رب توب علينا. انظر الينا الان بعين الرحمه يا رب. اللهم اقسمت عليك بحق حبك في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بحق هذه الليله المباركه يا رب، وكل ايامك مباركه والله. اللهم بحق هذا الشهر اللي بترفع فيه الاعمال، اقسمنا عليك بك يا رب باننا نحمدك بكل حمد يليق بجمالك وكمالك يا رب. يا رب نحمدك ونصلي على رسول الله. اللهم من علينا بالتوبة، واختم لنا بالصالحات يا رب، اختم لنا بالصالحات يا رب، اختم لنا بالخير يا رب، اجعلها ساعة توبة وأوبة وعودة ليك يا رب. اكرمنا يا رب بحبك، اللهم اكرم احبنا يا رب، اللهم نسألك حبك احبنا يا رب، اللهم انزل حبك في قلوبنا يا رب. اجعلنا من اهلك وخاصتك، اجعلنا من اهل التوبة، اجعلنا من اهل القرآن. اغفر لنا الذنوب التي حالت بيننا وبينك وبين كتابك وبين قربك وبين الأنس بك يا رب. اللهم جازي كل اخت اتكلمت معايا كلمة طيبة، جازيهم عني خيرا يا رب، اللهم جازيهم عني خيرا يا رب، واكرمهم في بيوتهم واولادهم يا رب. اجمعنا بالفردوس الاعلى في الفردوس مع نبيك محمد، اجمعنا مع السيده عائشه وامهات المؤمنين والسيده خديجه وام سلمه والسيده فاطمه، اللهم اجمعنا معهم، السيده مريم البتول، اللهم اجمعنا معهم اجمعين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الشهر في ميزان حسناتنا واياكم يا رب. ما تيأسوش يا بنات، انا النهارده نيتي وانا بكلمكم ما تيأسوش. الله سبحانه وتعالى كريم معطاء، الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب كلها، كبيرها وصغيرها، جدها وهزلها، خطأها ومتعمدها. الله سبحانه وتعالى يرضى لعباده الإيمان. الله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب عليكم، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. حتى لو مش عارف الآية، بلغوا عني ولو آية، عرفت آية لذنبي، توبة صادقة يا رب تهز القلوب. ما بتيجي تشوفوا كده المسلمين الجدد وتشوفوهم كده اللي هما بينطقوا اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول، يعيطوا يا حبايبي ويعيطوا، ربنا هداهم. توبوا 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 قبل فوات الاوان، توبوا يا رب. يجعل كلامي دوت يا رب يصل لقلوبكم، ويفتح لي يا رب قلوبكم وعقولكم واذانكم. توبوا، ما تخافوش، ما تيأسوش. لو فضلت مننا لآخر العمر أقول لكم توبوا وصوموا في شعبان. يرفع العمل كده، يقول لك الله عز وجل يغفر كعدد مش عارفة شعر الثور في شهر، يا سيدي إن شاء الله يغفر لك ويتوب عليك ويجعلها في ميزان حسناتك.